الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الحلقة الثانية من سلسلة الدفاع عن الإسلام. هنرد فيها على شبهة تعتبر أكبر شبهة عند الصوفية، وهي فهمهم الخاطئ للحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، أو قال: والله إني ما أخاف أو لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. فقالوا الحديث ده معناته، ده كلام الصوفية طبعا، قالوا الحديث ده معناه إنه ما في شرك أبدا حيقع في هذه الأمة ولا في أحد من أفراد هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقصد الصوفية من إطلاق هذه الشبهة الباطلة التأمين لأنفسهم من اتهامهم بالشرك، أو وصف أي عمل من أعمالهم الباطلة الشركية الكفرية التي يعملونها بهذا التأمين، لكي لا يقال أن أفعال الصوفية شركية. وطبعا الصوفية الشرك عندهم راقد، وهم نشروا الشرك في الأمة دي، من أكثر الناس نشروا الشرك في هذه الأمة هم الصوفية يا جماعة، من عبادة القباب والأضرحة والسجود للقبور والسجود لمشايخهم الذين يزعم أنهم أولياء وصالحون بالباطل وبالكذب وبالزور والبهتان. فخدت الشبهة دي عشان يسوغوا لأنفسهم الشرك بالله ويجوزوا لأنفسهم الكفر بالله سبحانه وتعالى. عندنا قاعدة، أول حاجة، إن الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة لا تفهم إلا بفهم الصحابة ومن سار على نهجهم بفهم السلف الصالح. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شوف، ربنا قال البشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنين هنا هم الصحابة كما ذكر ذلك المفسرون. فالبيتبع غير سبيل الصحابة في الدين، يعني في فهم الكتاب والسنة، ربنا قال نوله ما تولى، يضل، ونصله جهنم يوم القيامة وساءت مصيره. إذن واجب على أي إنسان يريد أن يفهم الكتاب والسنة أن يفهم بفهم السلف الصالح الذين أعظمهم وأولهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع لفهم العلماء والسلف الصالح والفقهاء الذين أمرنا بالرجوع إليهم في القرآن، كما قال الله جل وعلا: الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فنشوف أهل العلم والفقهاء قالوا معنى الحديث إنه ما في شرك حيحصل أصلا، ولا في زول حيشرك لحد يوم القيامة، ولا الكلام كيف؟ الحديث أصلا جاء في صحيح البخاري ومسلم، وأنا اتبعت جميع روايات الحديث في صحيح البخاري كله، وكذلك في صحيح مسلم. كلام العلماء فيه إنه والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي على قولين اثنين. قالوا المقصود أولا إنه جميع الأمة ما تشرك، وده ذكره ابن حجر والنووي كذلك، ده فتح الباري شرح صحيح البخاري لما شرح الحديث ذاته: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. قال ابن حجر الحافظ: قوله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي أي على مجموعكم، يعني الأمة كلها كده من أول لآخرة كلها تكفر وتشرك بالله، ده ما هيحصل. بنص الحديث: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. لكن ما معنى الحديث أن الشرك ما حيقع في بعض مجموعات أو أفراد هذه الأمة؟ أبداً.
قال ابن حجر: لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى. في ناس أشركوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى، وإلا اللي بيعملوا الصوفية عند القبب والقبور ده شنو؟ ده هو الشرك ذاته الأكبر المخرج من ملة الإسلام. واللي بيعملوا الصوفية في مدايحهم ده شنو؟ ده هو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. زي ما قال قائلهم في المديح، قال: إنا بخضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. قال في وقت الخطوب والمصائب العظيمة مش تنادي الله، لا 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 لا، قال تنادي إسماعيل لأنه ولي. وأبو جهل وأبو لهب رأس الكفر والشرك عند قريش، كان في وقت المصيبة والشدة ما بيعرفوا إلا الله. قال تعالى عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والصوفية الليلة يقول لك إذا حصل خطب ومصيبة وأمر عظيم قل يا ولي الله إسماعيل، يبقى الشرك ما في كيف، ده الشرك ذاته، ده هو الشرك ذاته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. اللي بتدعون من دون الله ذلك كان إسماعيل الولي ولا غيره، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة. شوف ربنا سماه شنو؟ دعاء غير الله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يبقى كيف ما في شرك؟ وده معنى الحديث عند ابن حجر في فتح الباري، كذلك عند النووي في شرحه لمسلم: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. قال النووي رحمه الله تعالى، قال: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وأنها لا ترتد، عن الأمة لا ترتد جملة، وقد عصمها الله تعالى من ذلك. يعني الأمة كلها تكفر وترتد وتقع في الشرك بالله كلها من أول إلى آخر، ده لا يمكن. ده المعنى الأول للحديث. المعنى الثاني قصد بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، قصد به الصحابة خاصة، لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم عصموا من الشرك بالله. أما من بعد الصحابة فسيقع فيهم الشرك أو في بعضهم الشرك بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وده صنم كان تعبد قبيلة دوس في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال من علامات الساعة وآخر الزمان إنه الغيامة ما بتقوم لحد ما أليات نساء دوس تضطرب حول هذا الصنم تاني من جديد، هشيرك فيه ولا ما في، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم وأبي داود والبرقاني بصحيحه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فيبقى كيف ما بشرك؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده بعض العلماء قالوا القول الثاني إنه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد الحديث ده مقصود بشنا جماعة الصحابة. وتذكروا أيضا ابن حجر في شرحه للحديث لكن في موضع ثاني من صحيح البخاري في فتح الباري لابن حجر للحافظ، قال معناه أن أصحابه، ولكن قال ما أخاف عليكم تشركوا بعدي، معناه أن أصحابه لا يشركون بعده فكان كذلك، يعني ده خاص بالصحابة. طيب قد واحد يقول لا ما في، طيب واحدين زول يقول كده من الصحابة ارتدوا، ده ما بيسموا صحابة، ما بيسموا صحابة أصلا. ليه؟ لأنه تعريب الصحابي على الصحيح عند المحدثين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، لكن في النهاية يكون مات على شنو؟ على الإيمان، حتى لو ارتد يرجع تاني. أما لو واحد أشرك وفي البداية أسلم ومات على الشرك ما مات على الإيمان، ده ما بيسمى صحابي أصلا. فدي من أعظم الشبهات اللي بيجيبها الصوفية عشان يعملوا بها درجة
لنفسهم ويصوغوا بها الشرك اللي بيقعوا فيه من عبادتهم للشيوخ وسجودهم للفكه حقنهم وللجباب والأضرحة والتبرك بها والاستغاثة ودعاء أصحابها من دون الله، وده كله شرك بالله. والتمام البعلقوها والبخرات والمحايات كل هذه شركيات بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. إن شاء الله حنواصل في هذه السلسلة مع الحلقة القادمة وهي الثالثة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.